السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إليكم هذا الخبر. إطار طائرة عراقية يتسبب بكارثة في الدنمارك وتأخير ركابها أكثر من 4 أيام في المطار. شاهد الفيديو لكي تعرف الحقيقة. من 4 أيام وإحنا بالمطار وشوف هذه العوائل والأطفال، هذا حطيه هذا على كرسي. الآن إحنا اليوم 26/7/2022، هسه الساعة حوالي 11 في مطار كوبنهاجن الدنمارك، حاجزين تذاكر على شركة الخطوط الجوية العراقية، شركة عمرها أكثر من 80 سنة، اللي انجمعت أموالها من 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 من, من كد الشعب العراقي. الآن جايين يسقطوها الفاسدين، حتى شنو؟ حتى ياخذوها استثمار. يعني صدقون أنتوا يعني 4 أيام تاير ما يقدرون يبدلوا؟ تاير إطار مال 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 طيارة، صار لنا 4 أيام ننتظر التاير يبدلوه، وكل شوية تتكنسل الرحلة، كل شوية تتكنسل الرحلة. آخر شيء هسه كانت الساعة 10 الصبح على أساس الطيران، اليوم هسه الساعة بالأربعة العصر يقولون الطيران، وطبعاً إحنا ما نصدق بهم لأنه صار لهم 4 أيام نفس الكلام، 4 أيام نفس الكلام. يا جماعة يا أخوان، تاير مال طيارة 4 أيام يتبدل، وين وزير النقل يا مدير الخطوط العراقية؟ شنو قشام رح نضحكون علينا؟ يعني والله الله ما يقبل. وبالمناسبة هنا راح كنا نشتكي عليكم، في الدنمارك اكو حقوق، راح نشتكي عليكم، زين راح نشتكي عليكم وراح ناخذ منكم تعويضات. لتتصورون بانه هاي البلدان ما بيها قانون مثل العراق. هنا اكو قانون، راح نشتكي عليكم كلكم. مثلا راح اسوي عريضه وراح اجمع تواقيع الموجودين كلهم وراح اشتكي عليكم.